نحكيها بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمان والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد لا تحط ايدك انت بدي كلنا ونص ما نحكي هواه هاي ولاد وانت وياه مثل الوطن احنا بايدينا وخيرك لما تكون جاي كلنا ونص. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم كلمه ونص والبدايه من الموجز. الموازنة وكردستان والقمارق وحوار الطرشان وطبقة بيض في رمضان، بيضة واحدة للعائلة كل يوم من أيام رمضان، فلمن الصفار ولمن البياض اللهم لا اعتراف. أزمة تعصب بالقمارق، تحدي الأيام العشرة، 20 يوم البضاعة بالطريق وعشرة أيام على الرصيف وراها تصير لا قانونية، مشكلة جديدة بالاستيراد سببها إجراءات البنك المركزي الإصلاحية. موازنة العراق 2023 متى وأين وكيف ولماذا؟ اسألوا الوزيرة طيب سامي ولو هي نفسها يمكن ما تعرف. هسه واحد يسأل يقول هو ايش دا يصير بالقمارك؟ خوسه وراس يلطم براس وناس تصطك بناس. المفروض حزمة البنك المركزي الإصلاحية الثانية جتي لحل لتسهيل القمارك ودخول البضائع لدرجة انها اثارت الريبة اول ما اطلقت بالقول انه لا يتوجب على التاجر سوى عرض وصل شراء البضاعة المستوردة لغرض إكمال كل الإجراءات اللي هي إجراءات الاعتماد بسلاسة على أن يتعهد بتأكيد دخول البضاعة لاحقا، لكن وحسب التجار فإنهم أودعوا أموالهم المصارف وتعاقدوا على البضاعة وجاء أمر الشحن مسلمين بسلامة نية وإجراءات الدولة بتسهيل دخول بضاعتهم، لكنها بعدما وصلت اللي هي البضاعة لميناء أم قصر واستقرت على الرصيف وقف الحال وما إن رسلت الأموال إلى مصدر البضاعة ليمنح إذن بإطلاقها مع أنها حسبت على التاجر العراقي. فماذا ينتظر البنك المركزي وشنو ينتظر القمارق أو تنتظر القمارق؟ لا بل وبعض التجار يقول أن المصارف أساسا تتعمد التأخير في إرسال إشعار بإيداعات التاجر إلى المركزي. شنو اللي دا يصير؟ مو هاي حزمة تسهيل دخول البضائع فلماذا تحولت إلى حزمة تعقيد وإرباك في إجراءات القمارق؟ لو للمركز رأي آخر. وعلى فكرة هذا الموضوع مطلقا ما نقدر أن ناخذه بمعزل عن قانون الواردات البلدية رقم 1 لسنة 2003 اللي صار شهير جدا لأن فيه فقرة منع دخول وإنتاج وبيع الخمور بالعراق مع أنها ترد من كردستان وتباع الآن مع تمسك أصحاب محال بيع الخمور بحقوقهم الممنوحة لهم بموجب إجازات دفعوا عنها رسوم للسياحة بشكل رسمي. فشلون تأخذ منهم رسوم وتجدد لهم الإجازة إذا كنت عازم على إصدار وتطبيق مثل هكذا قانون؟ وكل هذا ما يصير بمفترض أساسي أنه كل لخدمة الموازنة الغائبة. هي صدق وين الموازنة؟ كم إجراءات وكم تصريحات وآلاف التصريحات والحد الآن ما افتهمنا شيء ولا شفنا الموازنة. الموازنة ما شفنا منها غير طبقة بيض 30 بيضة بالشهر اللي هي بشهر رمضان تمنح لكل عائلة. وحيروا انتوا ياهو ياكل الصفار وياهو ياكل البياض، وهاي الطبقة طبعا بالدين من موازنة راح تنصرف بعدين. حقيقة هذا الكلام ووزيرة المالية متشائمة وتقول موازنة 2023 مرهقة بالنفقات التشغيلية
بين قوسين رواتب. هاي شلون؟ حلوها انتو، انتظرونا بعد الفاصل. كلمة ونص لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، مو كل اللي قالوا قال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة، حط الساعة فوق الساعة صف الصف وما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد، لا تحط ايدك انت بدي بالنص ما نحكي الواحد، هاي ولاد وانت وياه مثل الوطن احنا بايدينا، والخير لما تكون جاي بالنص. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم كلمة ونص. ارحب بضيوفي رئيس تحالف الاقتصاد العراقي الاستاذ عدي العلوي، حياك الله. سهلا مرحبا. والخبير خبير الاخراج الجمركي الاستاذ مصعب لدويب، حياك الله. وعبر عبر سكايب الخبير الاقتصادي الاستاذ عبد الرحمن الشيخ، حياك الله. الله محييك، اهلا وسهلا، حياكم الله ضيوف الكرام. صدق هي اكو كارثه بالجمارك استاذ عدي؟ يعني هو حقيقة طبعاً بالبداية خلينا نشكرك أستاذ ياسر ونرحب بضيوفك الكرام والأخ أستاذ عبد الرحمن عبر السكايب وجماهير دبليو تي في. حقيقة هي بلوة واحدة، كارثة واحدة، هي عبارة العراق عبارة عن كوارث. زين، يعني نتفاجئ ان يعني ننام بالليل نقعد الصبح يلقانا كارثة، بس من نعرف تفاصيل الناس هم تريد تعرف. أوكي قلنا كارثة بالقمر بس وين المشكلة؟ وين الخلل؟ شنو 20 يوم 10 على الرصيف و10 بالطريق وبس تعبر العشرة صار البضاعة غير قانونية؟ نعم صحيح. خلينا بالبداية خلينا نعرف المشاهد الكريم وحتى يعني زملائنا في العمل الوسط التجاري، نعم، آلية العمل والفكرة الحقيقية والسبب المعوقات، وخلي يعني الحكومة تستفاد من بعض الملاحظات اللي قد انه هي غافلة عنها حقيقة. زي. بالبداية بأنه سيد رئيس الوزراء قراراته واضحة، مجلس الوزراء قراراته واضحة، تسهيل إجراءات الاستيراد من خلال النافذة الواحدة ومنع التهريب، ما يسمى بالتهريب المالي. حقيقة يعني من يطلع يعني مجلس الوزراء بهكذا قرار، من المفترض أنه عند عهد عدة كاملة، خارطة طريق، خطة مدروسة لنجاح مدروسة ببعد زمني لنجاح المشروع، مو احنا نطلع قرار. دائما نكرر فشلنا بالعراق هو القرار الغير مدروس. احنا الان الارتجالي احنا طبعا كنا مع هذا القرار، مع تنظيم العمل الاستيراد سواء داخلي او خارجي، يعني العمل التجاري داخل العراق او الاستيراد، لكن المشكله ما عندنا خطه، ما عندنا رؤيه، ما عندنا استراتيجيه لانجاح هذا العمل، ما عندنا ادوات حقيقيه. احنا قلنا يا اخوان ترى المشكله بالبنك المركزي العراقي، هو مو ترميم، ما يفيد الترميم وياه، يراد له اعاده هيكله. هم ما يفهمون هذا الكلام حقيقه. خلينا نعرف شنو يبدون باعاده الهيكله. يعني هسه احنا موضوعنا الاساسي، ما نريد نروح بموضوع اخر، خلينا نشوف بانه مهم نريد احنا نطلق. نعم. يعني مجرد انه احنا ننتقد وانت يعني تقول اراده اعاده هيكله، دز. نعم. عليك رئيس، تعال عد هيكلته. نعم تمام. المواطن يقول شلون اعد هيكلته حتى اطبق وياك ويا رايك استاذ. احنا شوف يعني احنا اذا نفتح هذا الموضوع موضوع شائك، لكن خلي شويه بس ننوه له. احنا عندنا مشكله بالنظام المصرفي العراقي متهالك جدا، من الثمانينات لليوم هو بعيد عن العالم الخارجي. زين. من قرارات، من أنظمة، بعيد جدا كل البعد عن النظام المصرفي العالمي. إحنا كلش بعيدين، يعني بعدنا لحد الآن بالرافدين والرشيد والبنك المركزي يشتغل بالورق، والعالم كله ابتعد عن هذا الموضوع تماما وبدأ يشتغل بالعمق اللي هو الإلكتروني والحوالات الإلكترونية والأثبتة الإلكترونية بالكامل. إحنا بعدنا بالورقي، يعني هم واصلين إلى 90، إحنا بعدنا بالصفر، مو واحد، لا بعدنا بالصفر. زين شلون إحنا من الصفر تريد توصل للتسعين؟ ماكو هيك منطق تماما. يعني أنت اليوم ردت من عندي بأنه أنا أشتغل بالنظام الجديد. نعم أنا وياك، أنا أريد أشتغل بالنظام الجديد.
زين اعطيني السبل الحقيقيه. ما عندنا ادوات حقيقيه، احنا يعني نفتقد للاساسات، ما عندنا ادوات حقيقيه لنجاح، ما عندنا البنيه التحتيه الحقيقيه. زين خلينا نشوف شنو اساس المشكله. اساس المشكله انه مجلس الوزراء اقر بانه ضروره القطاع الخاص يعمل باتجاه شنو؟ باتجاه العمل الجديد اللي هو السويفت والنظام الجديد اللي هو المركز العراقي. نعم بالضبط، من خلال آلية جديدة اللي هي نقول الأبيض، نقول الأبيض احنا وياه والله وياه. زين خلينا نشوف شنو اللي صار. اللي صار حقيقة احنا احد الناس في اقتصاديون دعينا كل التجار والقطاع الخاص والصناعي بانه يتوجهون الى المصارف بفتح حسابات مصرفيه بنكيه، والتوجه الى مسجل الشركات، الى تجديد اجازات الشركات، والبدء بالعمل التجاري. خوش. لان هذا احنا نكيف، احنا مع هكذا حقيقه، يعني هذا ينظم العمل. لكن جو الناس، جو التجار، جو المستوردين الصناعيين راحوا وكملوا إجراءاتهم ودفعوا ملايين الدنانير. هذا اللي دفع غرامة 5 ملايين، هذا اللي دفع كذا، بحيث مسجل الشركات من صفر إلى عشرات الآلاف الناس. يعني لو تشوف الازدحام فشي مو طبيعي. زين إحنا هذا أول نقطة، أول خلل بعمل مسجل الشركات، انه ما مهيئ هذا العمل الكبير اللي الناس تواجهته. لان تعرف انت حضرتك يعني ناس بعيدين كل البعد عن تجديد الاجازات ما الخاصه بالشركات 5-6 سنوات، هذه رادلها اجراءات يعني عادة ممارسه. فجأة توجه الناس باعداد كبيره لهذا المكان، صارت ازمه كبيره. قول انه التاجر او المستورد كمل الاوراق، حصل على تجديد الاجازه، راح للمصرف، فتح حساب بنكي، خوش، جاب الفاتوره، فاتورة الاستيراد، مثل ما يعني تعرفون حضراتكم بأنه رادوا فقط الانفويس وبعدين ورقة الإخلاص فقط. يعني بالبداية إجازة. فقط رادوا الورقة اللي هي ورقة الانفويس، يعني زين. ورقة الوصل الشراء. زين اجى فتح حساب، خلى الأموال مالته وين؟ بالحساب، على أمل شنو؟ على أمل أنه تصير حوالة بنكية المن إلى المصنع بهذا المبلغ بالسعر الرسمي. مكيف مكيف. زين من دفع الفلوس وأمن وكذا ومشت الأمور، ايش سوى؟ نزل إلى محلاته وشركاته، قام يبيع بالسعر الرسمي. ليش؟ إن هو مأمن صح. الدولة أخذت الأموال وصارت بالخزينة مالتها، وماشيين باتجاه تحويل الأموال على مدى إطلاق. بعد هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بالنسبة إلى الأخوان أصحاب الاعتمادات، فتح الاعتمادات. فتح الاعتماد مشروط بشنو؟ مشروط بأنه البضاعة في بلد المنشأ تتحرك، وأكو بوليصة الإطلاق، خلينا نقول مع الشركة. وين تروح؟ تروح ويا الورقة الثانية اللي هي الانفويس، يروح إلى المصرف على مود تمشي فتح الاعتماد كخطوة الأولى حتى يطلقون البضاعة. هاي بعدين، هاي مرحلة ثانية. زين هنا أنا مثلا كمستورد دفعت الفلوس وكملت كل الإجراءات مالتي، زين على أمل شنو؟ على أمل الإطلاق. هي المفروض 5 أيام، يعني كل القطاع الحكومي قال 5 أيام إحنا نفتح لكم اعتماد. زين البنك المركزي العراقي قال 5 أيام إحنا نكملكم كل الإجراءات. زين إحنا أمننا، بعد الدولة دا تحكي. يعني إذا واحد ما عنده ثقة بالدولة، بمن عنده ثقة؟ طيب. هي أعلى سلطة بالحكومة. طيب. زين شنو اللي صار؟ لا خلينا نكمل خاطر صير أنا تأخرت على ضيوفي، يعني شنو تقدر تختصر لي إياها؟ صار شنو اللي صار؟ صار بأنه هاي الأشخاص، هذول الأشخاص بعد ما دفعوا الأموال وكملوا الإجراءات مالتهم، تفاجأوا بأنه 25 يوم والفتح الاعتماد ما صار، والحواله ما صارت. زين البضاعه وصلت هنا. زين البضاعه وصلت هنا. احنا عندنا قانون ضمن الاطار بانه 30 يوم في حاله عدم مراجعه اصحاب المال تصادر وتصبح غير قانونيه. تصادر وتصبح غير قانونيه. استاذ مصعب هاي شلون احلها انا؟ البنك المركزي ورط البنك الفيدرالي بهاي الاجراءات، اطلق حزمه اصلاحيه ومن ثم تراجع. يعني انت تروح ويا هاي النظريه، لو هو اكو فد ايادي خبيثه، ممكن اكو عدم فهم للاليات الجديده اللي تعمل بها الحكومه، يعني ليش تتاخر المصارف واحيانا تتعمد بعدم ارسال الاشعار؟ والله احنا مساله نحط احتمالات واتهامات هاي ندعها جانبا، انه ايدي خفيه او ما ايدي خفيه، بس احنا نقول كواقع الإدارة جدا فاشلة وضعيفة عندنا بكل شيء ما عدا بالقرارات المؤذية للناس. أحكي لك مسألة واضحة، أنا أحكي لك موضوع الإخراج الجمركي. الإخراج الجمركي الأستاذ دا يحكي يقول 30 يوم وتصادر، نعم تحجز إذا أنت على غفلة
يصدر قرار قبل حوالي شهرين أو ثلاثة يقول لك كل من ما يجيب شهادة منشأ وفاتورة مصدقة يدفع 500 دينار عن كل واحدة منهم، 500 ألف دينار، وإذا تعطلت أكثر من شهر تصادر الأموال. أكثرهم اعتمدوا هذا الموضوع. ليش اعتمدوا هذا الموضوع؟ مسألة تصديق الفواتير مسألة متعبة ومكلفة أحيانا وتأخر الشخص، قال لك أتحمل الغرامة. فجأة بدون سابق إنذار، ماكو بعد لازم هسه تسوون، هسه تنطوني فواتير مصدقة. الفواتير المصدقة مثلا إنجلترا المملكة المتحدة إذا دزيت الفاتورة تصدقها تأخذ 4 أسابيع. زين الولايات المتحدة والسويد 6 أسابيع وهكذا. أنت على غفلة، هاي شي موضوع من تتخذ به قرار. وأنا أقول لك أنا داش الشيء يشبه بعضه، يعني عدم الدقة بالعمل. ليش ما تنطيه يعني قرار؟ الناس اللي موجودة ببعته وصلت تمام. يعني تقصد الناس اللي موجودة في صناعة القرار الجمركي أو الاقتصادي بشكل عام، من يقودون السياسة الاقتصادية للبلد، يريدون مجرد أنه يخلصون من ضغط الشارع ويذبوه على التجار وعلى الناس المستوردة، لأن أكو أزمة دولار وأكو أزمة استيراد وأكو تهريب للعملة وأكو كثير من المشاكل اللي حضرتك شخصتها. أزمة الدولار جزء من حلها مثل ما تفضل أستاذ، لو تمشي الاعتمادات هسه التاجر حتى الآن كثير منه يروح يشتري من السوق يشتري دولار. ليش؟ لأنه يريد يجيب بضاعته. لما يحولوا له رسمي الدولار هم راح يهبط سعره. هم اصلا الحكومه عده مرات حاولوا يسوون منافذ لبيع الدولار. هذه المنافذ سووها البيع للناس وكذا، هي كلها دا تتحول لصالح ناس معينين ومصارف معينه، يجي يسجل له اسماء اللي حوله، ويمكن كلها انت تعرف هذا الموضوع، يسجل له كم اسم حقيقي وبعدين الباقي هم عايدين له. احنا نحكي عن القرارات المفاجئه، انا يهمني هذا الموضوع جدا. هسه عندك الميناء الجاف في غير القرار المفاجئ، غير حتى احرج من يتلاعب بالمال العام، من يدخل لي بضائع بغير بدون تعرفه جمركيه، من يعني من يتلاعب بكل شيء. انا اريد احرج اطلع قرار. مع احترامنا لهم هذا يحرج الانسان المستقيم وليس غيره. ليش انا اقول لك، انا رجل صاحب مكتب علمي واستورد ادويه وجبت الادويه بناء على السياقات اللي مشيتها الجمارك. هسه حاليا المعمول بها بالدوله حاليا، هسه لو تروح لل يسموه الميناء الجاف بعد جمرك المنطقه الوسطى، هذا خصصوا للادويه وحسنا فعلوا خصصوا للادويه، ما يسمحون ادويه تدخل من المنافذ لان يصير بها تجاوزات وانواع ردي او تعرف هذا الشيء. الان الادويه محطوطه بحاوياتها والدنيا ده تحمى ممكن تتعرض للتلف. نعم، فجاه قالوا لهم بعد ما نقبل الا تصدقون الفاتورة. زين انت من تصدق الفاتورة، يعني الفاتورة يسموها او انفويس او قائمة تجارية، يعني زين من يجي هيك مفاجأة ايش راح يسوي الان دي يعني جدا متأذين هم المستوردين. طيب استاذ عبد الرحمن، هيك اجراءات تقوم بها الدولة ما راح تعود عليها بمردود عكسي؟ يعني هي اجراءات البنك المركزي بالحزمة من الاصلاحية جت لحال لو لارباك المشهد الاقتصادي وارباك المشهد الجمركي، وندخل بهذه الدهاليز في سبيل يعني اثبات شيء المفروض يعطى وقت. شكرا جزيلا الى حضرتك والى ضيوفك الكرام ومشاهديكم الاعزاء. حقيقه انهم ما تفضلوا به الاخوه الضيوف بعض الجوانب من عنده هم فعلا يحس به المواطن اكثر مما يحس به الدوله، وهذه معاناه مهمه جدا للمواطن. بس اللي اريد اقوله انه ذكر الاخ الزميل قبل قليل انه هل من المعقول انه هم لا يفهمون هذا الامر؟ لا، هم يفهمون، ولكن هم يردوها هكذا، يفهمون كل زين، يفهمون ويردون هذا الشيء يصير بهالطريقه هذه لانه ما تخدم مصالحهم. ومثل ما تفضل الأخ مصعب وقال أنه التأخر اللي يصير عبر التحويلات خاصة بالLC يعني الاعتمادات المستندية، الاعتمادات المستندية ما بيها سقف زمني بس مضمونة أنه أطراف معددة تضمن وصول البضائع في المواعيد المحددة اللي متتعلق بالأكسباير مالت المادة وبكثير من النقاط، وشركات التأمين تتحملها مسؤولية هذا الخطأ اللي قد يحدث.
فلذلك هم حريصين على أن يوصلون البضاعة إلى صاحبها المشروع بأقل وقت وبأقرب فرصة. لكنه لا الملاحظة ليس دفاعا عن الدولة أو الحكومة، لكنه حقيقة أنه الإرباك اللي صار خلال الفترة القليلة الماضية من ارتفاع وانخفاض بسعر صرف الدينار وبعدين قرار الدولة بإعادة الصرف، هذا جعل من المواطنين وخاصة الموظفين المعنيين بهذا الأمر يتخلخل وضعهم وبعدين ما يفهمون صيغة القرار، فيخاف يقول لك أنا أحسن ما أسلمها وبعدين أتحمل مسؤولية، فخلها وقفها وبعدين المشكلة تنحل. بس هذا مو يخلق إرباك بالسوق أستاذ عبد الرحمن، هذا مو يخلق إرباك بالسوق. شلون؟ عفوا. نعم نعم، هو إحنا دليل اليوم عالم ده تخسر، اليوم أكو بضاعة ده تتلف. نعم 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 نعم، ارباك وتضخم كبير وزياده الاسعار والضرر اللي يعني الاجراءات اجت للارباك وليس للحل المواطن العادي. شلون؟ عفوا. الاجراءات وكانما اجت للتعمد. نعم. باجراء بارباك السوق وليست لحل وتسهيل المعاملات. لا لا لو تسمح لي، احنا طبعاً. المشكله اللي كانت عندنا قائمه ولا تزال بعض من عندها او اجزاء من عندها كبيره قبل ان يدخل الفدرالي الامريكي. الفيدرالي الأمريكي كان بالسابق غاض النظر عن هذا الموضوع ويسمح بخروج العملات بشكل أو بآخر، ولن يتم التأكد من الفواتير والقوائم الاستيراد وإجازات الاستيراد، ما كان يتأكد، ما يحاول يزج نفسه فيها. لكن بعد التأكد من أن هذه الأموال تهرب أكثر من نصفها إلى دول ممنوعة ومحظورة، اضطر يتخذ هذه الإجراءات. وبالتالي الإجراءات اللي تتخذ هنا بالعراق عندنا، ولذلك أحيانا يصير الخطأ بها. ولكن مثلا إذا ترجع إلى تأخير التحويل اللي قال الأستاذ قبل شوية أنه تتأخر أكثر من أسبوع وعشرة أيام والمصرف يستفاد من هذه العملية، لا لا الآن ما يستفاد. بالسابق نعم كان المصرف عندما تبقى المبالغ في ذمته لأكثر فترة ممكن أن يستثمرها، وخاصة أيام الاستثمار الليلي اللي كانت تودع المبالغ بها. أما الآن فالمنصة الإلكترونية اللي أوجدها الفيدرالي الأمريكي هذه تتأخر بالتدقيق وأحيانا تعطل أو تحجز هاي المعاملة عن دون هاي لحين ما تتأكد. مثلا المعاملة باسم محمد جاسم محمد، يطلع محمد جاسم محمد فد أربعة عندهم، لكنه اللقب مالته أو اسم أم ما راح يختلف، ولذلك تعاد المبلغ إلى بغداد لغرض التأكد من التدقيق. صحة المستورد أو الشركات اللي يتم الاستيراد من خلالها. هذه نعم تصير، وهذه مو حالة عامة وليست دائمية، وإنما حالة مؤقتة بسبب الرباط. طيب. اللي صار في هذه الانتقالة. طيب. من النظام القديم إلى النظام. وموضوع الأعمال الورقية والدون التقنية الإلكترونية ونظام السويفت، هذا إحنا كنا نعمل به بالسابق قبل 2013 كان ممكن هذا الشيء يصير. الآن عدا المؤسسات الحكومية ما عندهم نظام مصرفي، ولذلك الآن كل المصارف الأهلية بحدود 82-81 مصرف أهلي الآن. نعم. يعملون على نظام مصرفي، لكنه هذا النظام المصرفي يختلف من مصرف إلى آخر، وجاءت قرار البنك. طيب. المركزي الفيدرالي الأمريكي أنه توحد هذه النظم بنظام واحد حتى يمكن أن تكون شفافية وسيطرة. أستاذ عدي. نعم. أستاذ. نعم. عدي، البنك الفيدرالي هو اللي أربك هذا الموضوع؟ البنك الفيدرالي هو اللي غدر او يعني نكث بوعده للحكومه؟ شو نشوف انه مجرد ما انطلقت الحزبه الثانيه، قبل كان مفروض اجازه استيراد، هسه مثل ما قلت هذا الانفويس الوصل قمنا نكتفي به، وهذا ممكن ان يزور يعني بشكل سهل، طيب خلي نروح بسلامه نيه. لكن تحس انه البنك المركزي يمكن ورط البنك الفيدرالي بهذه القضيه، والا يعني بإيداع الأموال وإشعار الشركات المصدرة. نعم، خليني بالبداية بس شوية تعقيب بسيط على أستاذ عبد الرحمن. تفضل. يعني حقيقة يعني هو دي يجمل الأمور، إحنا حقيقة دنشوف إنه أكو مشاكل حقيقية بالأسواق، لأن إحنا ملتصقين ويا القطاع الخاص بصورة عامة. زين. فعندنا أخي إحنا عندنا أكثر من اليوم عندنا أكثر من 25 مليار دولار مجمد. تعرف شنو معناه؟ ما القطاع الخاص هسه يريدون، ما يريدون بعد حوالات، اهل التجار والمستوردين ما يريدون حوالات، يريدون يسترجعون اموالهم على مود بالاسود يروحون يدزون او بالخاص يدزون، لكن ما يقدرون يسحبون اموالهم مجمده هذه الاموال.
انت بدها توصل لك هذه الفكره ولا لا؟ 25 مليار دولار القطاع الخاص بفتره 25 يوم، ترى رقم كبير. اليوم الشارع مشلول، القطاع التجاري مشلول تماما. صح. تماما. الناس تورطت، باعت بالدينار على 1320، باعت وخلت عراقي وخلته بالمركز وما تعرف شو تسوي بالبنوك وما تعرف شو تسوي. اليوم اكو عندنا مشكله حقيقيه، احنا لا نسهل الامور، لا الامور مو سهله، الامور كلها صعبه. هسه احنا يعني موضوعنا مو سهل، لا موضوعنا معقد وصعب جدا، لان هذه الناس حتى حل صعب، حتى حل سهل. انت تدري، اعطيك نسبه، المصارف الاهليه مو الحكوميه، لان هي الاهليه اللي دا تشتغل ما عدا فقط الحكومي اللي هو تي بي اي دا يشتغل على موضوع المنصه وكذا. المصارف الحكوميه اللي عددها تقريبا 14، اجزم لك واكد لك بانه العدد الاكبر من عندها يأخرون صعود الأوراق على المنصة خاطر يستفادون من الأموال بالعمل. زين شلون أعالجها؟ أعالجها من خلال فرض. أنا هسه التلاعب موجود، هسه أقول لك في القضية. نعم. كل الدنيا تعرفها، الناس تركت شغلها وعملها على فرق العشرين نمرة، تروح تلزم سرة على مصرف الرافدين وتقص تكت وتسافر ثلاثة أيام وترجع على بيروت أو إلى دبي في سبيل أن تشتري على 132 من المطار ومن مصرف الرافدين او ترجع تبيع على 153. الدوله هيك شو تسوي؟ مو المواطن هم لازم يعينها هي الازمه بس عليها. تمام، اعطيك فسر. هاي اول مره نحكي للاعلام. انت تدري هاي شركات الخدمات المصرفيه سوت هذه الفتره؟ اليوم طبعا البنك المركزي حس والتنبيه من الفدرالي الامريكي وقفوا هذا العمل لغايه اليوم. هاي الفتره كلها تعرف ايش تسوي شركات الخدمات اللي هي عددها كم واحد وتابعين، كل شركه تابعه لاحد الاشخاص البارزين بالدوله. زين. تعرف ايش تسوي؟ عندها جهاز بي او اس. تعرف شنو جهاز بي او اس لو لا؟ جهاز النقطه الاستلام الالكتروني اللي يشتغل على الكارت. حلو. عنده مصفطه فد مجموعه كبيره من عنده ومسويه كارتات بالدولار او بالدينار العراقي، وتجي تخلي على اساس هي بدها تبيع وبدها تشتري، بدها تاخذ برصيد بدني الارصده مال اسماء باعداد كبيره وملايين يوميا. هاي ما حد يدري بيها. وصلتك الفكره لو ما وصلتك الفكره؟ هو النبه المركزي عرف اليوم وقفوا هذا المساله. اليوم هاي الفتره الطويله كلها يوميا بحدود 20 الى 30 مليون دولار يوميا بدها تروح بتجيب الفاسدين، بدها ينزل ب 1320 يبيعوه بالسوق ب 1300 و 1557. هاي الفروقات الكبيره منو اولى بها؟ مو الشعب اولى بها؟ هذا من جانب. جانب الاخر، القرارات الان الفوضويه للحكومه العراقيه بكل امانه والمركز العراقي اليوم سوت الشعب عباره عن شنو؟ تعرف شنو؟ هسه مو الكل لكن نسبه كبيره من عنده نحكي عن ظاهره على مهربشيه للعمله، يهربون العمله الاجنبيه خارج العراق. زين انا شو اسوي ب 7000 دولار المسافر اطيع على مود يسافر؟ شو اسوي بي؟ انت هسه اعطيك 7000، تسافر تصرف 7000 دولار باسبوع لو خمس ايام الا امور خاصه. ثلاث ايام ودا يرجعون. مو لا. طيب زين انا بشرفك هاي الارقام الكبيره انا اعطيها لمن غير اعطيها للمستفادين اللي هم القطاع الخاص، ابو مصنع، التاجر اللي يستورد بضاعه، يعني فد قرارات سبحان الله. شنو من قرارات؟ زين استاذ مصعب وتالي يعني هسه هاي الاجراءات، انا كل ما اريد اسوي اجراءات اصلاحيه اريد الشعب يصدق، اشوف انه النتائج تجينا عكسيه. يعني لا انا اللي قدرت يعني اكون ملتزم بنزول سعر الدولار، طلعوا لنا الف حجه بحجه بانه ايران عليها عقوبات وسوريا عليها عقوبات، لا انا اللي اقدر اسهل عمليه التجاره واحافظ على منافذ العمله، وين مين دا احصل عليها وكيف اصدرها وبشنو وين دا تروح حتى انا احصل رضا البنك الفيدرالي وتنشال مني هاي العقوبات. الدوله ليش فوضويه مثل ما يقول استاذ عدي؟ فعلا قراراتها فوضويه، الحكومه قراراتها فوضويه الى حد ما. نعم الى حد ما، هناك قرارات مفيده وهناك قرارات استغرب صدورها. مثل يعني اعطيك مثلا، قبل مده صدر قرار مواد عديده سووا عليها رسم جمركي 1% على اساس يكون تسهيلا للناس. زين، تسهيلا للناس والاسعار وكذا. بعدين صدر مال قرار على الحاويه هالقد، واذا واحد راد بالتفصيل يصير عليه الرسم الجمركي 6.5%. زين، هوايه اشياء كانت رخيصه صعدت. انطيك مثل، الادويه عليها 0.5% كان، صار على اساس خفضوا وحدوا الكر صار 6.5%، يعني 13 مره
زاد عليها. لا لا بس تصحيح صغير، مستلزمات الطبيه الادويه بقت. ادويه والمستلزمات. لا لا الادويه، الادويه بقت 0.5%، لكن المستلزمات الطبيه 6.5%. رجعوها. هو هذا قرارهم، يعني اعتبروا فصلوا ما بين السرير الطبي. شنو السبب؟ هو احنا نريد نعرف السبب هذا الشيء. يعني انتم ما سالتوا انتم كاختصاص شنو سبب هذا الاجراء تزيد 13 مره؟ استاذ استاذ المفروض الدوله مع احترامنا وتقديرنا لخبراتهم العظيمه لا باس انه يشاورون الاستاذ، يشاورون مجلس الاعمال، يشاورون غرفه التجاره، يسوون هيئه استشاريه. يعني احنا نفسنا وكلاء الاخراج الجمركي ايضا لازم ندخل ببعض القرارات. مرات انا اقول للقانون اقول هذا القرار يفشل. ليش يفشل؟ من شنو هو الحقيقه يفشل؟ ليش؟ لان هو ما متماسين مع الناس مباشره. طيب. من يحكي الاستاذ ده يحكي لان هو على مساس مع الشعب يحس بالامور. فاحنا نقول خلي يسمعون من الناس، عم يخلي يسوون بكيفهم، بس خلي يسمعون اول مره. من يسمعون قد يتراس. انت سويت ذاك التخفيض كله مال الرسوم الجمركيه ما له كان داعي. بعدين اكو شيء اخر سووا، الغوا الاجازات لفتره معينه، وفجاه المشكله فجاه قالوا هي لازم بيها، لازم بيها يعني بيها حكمه. لا ما انه انا اسوي قرار فجاه. لا لا كل حكمه ما بيها. يعني تدري يعني عصابات. لا لا زين ممكن اكو عصابات. ادري اكو عصابات. لا والله ما يتاذى بيها الا التاجر النظيف المستقيم استاذ ياسر، لان كل واحد تدري هذا اذا فعلوه، هذا اذا فعلوه بصوره صحيحه، هذا مال تصديق التصديق الاوراق من بلد المنشا، تدري شنو معناه؟ معناه هسه مثلا احنا ندري 85% ويشاركني الاستاذ 85% من مشترياتنا من الصين. تدري 85% اذا صارت من الصين تدري ايش راح يصير؟ وداعتك 4 أشهر ما تكمل تصديقاتها من السفاره اللي عدد اللي احنا اليوم عندنا 2500 حاويه باليوم. احسب 2500 في 4 يعني 10000 ورقه، وهم عندهم بالسفاره 4 موظفين، 10000 تدقيق وختم ودفع رسم واجراءات كامله. زين هاج قد يراد الله يوصل سره. طيب يعني اروح شنو اهميتها والمصلحه منها شنو يعني؟ ليش شنو المصلحه منها؟ لا المالك تدقيق. ومنو راح يدقق بالصين؟ يجيك فاتوره. لعلمك اكو بعض الدول ما نجيب يعني اجراء شكلي، يكون الصين يدزونا احد اجراء شكلي ينتقم من عندنا. اكو دول يسوي لك كل شيء اللي تريده. القائمه تصدر باجراء شكلي ويكتب لك ميك ان جيرماني. زين هذا الاصرار على اجراء شكلي؟ لا مو اجراء شكلي. لا 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 ابدا. تعرف شنو ليش؟ لان راح يستفادون الكثيرين القريبين. انت تدري كل اوراق اذا فعلا صارت، لان هي صارت بال 2018 تذكر الاستاذ. تدري كل ورقه ايش قد وصل تصديقها؟ هم ياخذون رسوم بسيطه $100، وصل $5000 للورقه الواحده. نذهب الى تذكير بالعناوين ومن ثم اعود الى ضيفي عبد الرحمن الشيخ الخبير الاقتصادي. الموازنة وكردستان والقمارق وحوار الطرشان وطبقة بيض في رمضان، بيضة واحدة للعائلة كل يوم من أيام رمضان، فلمن الصفار ولمن البياض؟ اللهم لا اعتراض. أزمة تعصب بالقمارق، تحدي الأيام العشرة، 20 يوم البضاعة بالطريق وعشرة أيام على الرصيف، وراها تصير لا قانونية، مشكلة جديدة بالاستيراد سببها إجراءات البنك المركزي الإصلاحية. موازنة العراق 2023 متى وأين وكيف ولماذا؟ اسألوا الوزيرة طيب سامي ولو هي نفسها يمكن ما تعرف. أعود معكم مشاهدين الكرام، وهذا بلا ضيفي عبد الرحمن الشيخ الخبير الاقتصادي. قانون الواردات البلدية مو معزل عن هذا الموضوع، قانون رقم 1 لسنة 2003 اللي ينص على منع دخول وإنتاج وبيع المشروبات الكحولية أو الخمور بحقوق. يعني هاي المشروبات تجي من كردستان وبيها إجازات، وأكو قبل فترة هيئة السياحة افترت على كل المحال اللي تبيع المشروبات الخمور وفرضت عليهم انه الا يكون المحل مجاز. طيب راحه ودفعوا رسم الى الدوله. هذا كل الاجراءات في سبيل تدعيم هاي الموازنه. زين شلون انت تريد يجددون اجازه وانت اصلا تريد تطبق قانون؟
حقيقة أنا أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال، لأنه هذا السؤال يعني غريب عجيب جدا. يعني أنت تتوقع وتصور أنه مولات صارت مولات كبيرة جدا وتحتوي على أنواع المشروبات وبموافقات أصولية ونقاط سيطرة من القوات الأمنية واقفة تحميهم، ومع هذا يصدر هكذا قرار. طيب شلون راح تتعامل مع هذا القرار؟ يقال استاذ عبد الرحمن، يقال بأنه نعم. يعني هذه تدخل من منافذ غير حدود يعني غير رسمية، وبالتالي ما يدفعون ضريبة 200% اللي فرضت على هذه النوعية من لا سيد الكريم، هذا إذا كانت النية هكذا مجرد رقابة صارمة على منافذ الحدود ممكن السيطرة على هذا الموضوع بشكل نهائي، لكنه هذا القرار جاء أنا في رأيي الشخصي، ويعني يعني بالبداية ما أريد أعلق، لكنه أتذكر في أمريكا يعني ب 1700 وكسر سنة صدر قرار في أمريكا بإيقاف بيع وإنتاج وشراء الخمور خلال مدة 10 سنوات نشطة 1736. لا 1736 قد يكون منعت أمريكا استيراد وبيع الخمور، اللي صار بعدها بحدود 10 سنوات تنشط ظاهرة المخدرات ومافيات اللي تعتمد على هذا الموضوع، ولسنا بعيدين عن هذا الموضوع. أستاذ عبد الرحمن، أنا ما دا ناقش الموضوع من خلال آثار الاجتماعية، أنا دا ناقش الموضوع من خلال إجراءات الدولة. يعني الدولة قبل 4-5 أشهر تروح تفرض على المحال، تريد تفتح هيك محل روح ادفع رسم، الرسم ما ادري بملايين حتى منحك اجازه، وهاي الاجازه يجب ان تجدد خلال مثلا 5 سنوات. زين انت اثناء هاي السنه تريد ادفع رسم على اجازه وانت مانع استيراد وبيع وتصنيع المشروبات الكحوليه اللي هي يعني الحجه انه يجب ان ندعم بها واردات الموازنه او ندعم بها الموازنه. لا مو صحيح. مو صحيح هذا الحديث، القرار ابدا مو صحيح، لانه لو تدري راح اقول لك مساله. الاستيراد للمواد الخمور والسجائر كانت سابق بحدود بين 200 الى 300% الضرائب مالتها. تدري ايش كانوا يسوون بعض التجار؟ يجيب الخمور او السجائر ويدخلها بالجمرك، بعد ان يرشي الموظف المسؤول عن هذه الماده ويسجلوها على انها هي معجون طماطه او مواد غذائيه، وبعضها معفات اصلا من الجمرك، وبعضها الجمرك مالها 1% 2%. هكذا كانوا يتصرفون بعض التجار. فاذا الرقابه هي المهم وهي الحكم وهي الفاصل في مساله من هذا النوع. احنا عندنا منافذ حدوديه نعم شرعية، وعندنا منافذ غير شرعية. لو كان الاتفاق بين الحكومتين الأقليم والحكومة المركزية على رقابة المنافذ الحدودية، لو قد ما نصدر قرارات راح تبقى هذه الحالة قائمة ونتائجها السلبية قائمة، لأنه هنالك من يستفادون. ليش منفذ حدودي غير رسمي؟ ليش منفذ حدودي غير شرعي؟ ليش؟ لأنه أكو ناس تستفاد من هذا الموضوع. يعني لو كانت الاستفادة من هذا الموضوع تشكل دخل وإيراد إلى الدولة لكان ممكن أنه نقول هذا موضوع. يعني أليس الأولى بالحكومة إحنا النفط ما نقدر نسيطر عليه؟ أستاذ عبد الرحمن، أليس الأولى بالحكومة أن تعمل بجهد كثيف وتحشد لتغلق هاي المنافذ الحدودية الغير شرعية في سبيل تدعيم الاقتصاد الوطني العراقي، في سبيل يعني ما راح تحد من التخبط اللي دا يصير بالجمارك؟ هذا جد ممكن يسهم في ممكن السيطرة الجمارك. ممكن السيطرة على هذا الموضوع بالنسبة للمنافذ الحكومية الرسمية. لا أنا أقصد غير رسمية. غير ممكن، غير رسمية أكثرها في كردستان، وهذه موضوع يعني تختلف. أنت ليش تحكي على موضوع الخمور وغيرها؟ أنت لاحظ للنفط، النفط إيش قد يهرب من الإقليم إلى دول معينة تبيع لهم الإقليم نفوطها بأسعار أقل من السعر الرسمي، ولذلك تشوف التهافت عليها. يعني تدري أنت برميل النفط اللي ينباع رسميا ب 85 دولار تبيعها كردستان ب 75 أو ب 70 أحيانا. اثنين، المحكمة الاتحادية قررت أنه على الإقليم أنه يدفع كامل الاستيلاء الأسعار لسومو عن بيع للنفوط اللي تنباع بها. طيب. الاتفاق بالسابق كان مع الحكومة العراقية 250 ألف برميل يوميا، بعدين زادوا لهم 100 صار 350 ألف، بعدين استقر الوضع على 600 ألف برميل يوميا، والآن
الإقليم يحاجج العراق على 600 ألف برميل اللي يبيعها يوميا، لكن حقيقة الأمر هي 1,500,000 برميل يباع طيب. من إقليم كردستان إلى الخارج، وهذه النسبة تفوق نسبة بيع النفوط لإحدى دول مؤسسة أوبك نعم. اللي هي ليبيا اللي تبيع 1,300,000. واضح هاي المشكلة. نعم واضح أستاذ عدي. إحنا اليوم في سبيل إذا نحكي عن موضوع الموازنة اللي أصلا ما ندري بيها وين، يعني إجراءات وكذا، وهذا هاي الإجراءات يعني أو التأخير بإقرار الموازنة فقد المواطن لهفة أنه الموازنة، وممكن يروحون الناس إلى وصول إلى يقين بأن هذه الموازنة تأخيرها بسبب التحاصص والمغنم اللي بيها. لكن من ضمن الأشياء اللي من الموازنة اتدايناها يعني طبقة بيض لكل عائلة في شهر رمضان، يعني بيضة للعائلة باليوم، وهاي طلعوها من الموازنة. أنا هسه أسأل مين جابوا هاي، يعني شون حسبوهن مين جابوا هاي الفلوس، والفلوس تستوفى من أموال الموازنة، يعني التخصيصات في الموازنة تنكتب تخصيصات طبقات البيض للعائلة العراقية في شهر رمضان، فرقنا عن العدس مال عادل عبد المهدي. يعني حقيقة بابا شوف أنت لا تسأل هذا السؤال، أنت اسأل ومنه بس اسمح تسأل لي. مو أني بس اسمح لي. تقول واحد يجي يقول أنا أطلع عدس بلا وكأنما مكرمة، واحد يقول أنا أحط بيض بشهر رمضان. هسه بعد لح يصح لهم حكومة البيض من نوغاد، من نوغاد لح يصح لهم حكومة البيض. شوف أنت اسأل هذا السؤال الذكي، قول ويا من تعاقده وعلى مود يجهز هذه المواد لوزارة التجارة. هذا السؤال الذكي، هذا أكو يعني مو من الدواجن اللي موجودة بالديوانية وبالسماء والشركات. إحنا بالعراق لا تتوقع قرار يطلع إذا مو أكو وراء فد أجندة فد ترتيب فد حصة فد ديزاينر. هذا رقم ماشي واحد. خلي بالنسبة للموازنة بس أنا أشوف المنفعة، أنا أشوف خلي واحد يأخذ بس بالتالي أكو منفعة عامة راح أصل للمواطن. شنو المنفعة من يطون طبقة بيض؟ ما عرفت ايش شلون طلعوا الفلوس ويصرفوا لهم 4 مليارات دولار، شنو فائدتها هذه للشعب العراقي؟ يسوى الشعب العراقي ما يقدر يشتري طبقه بيض من السوق بخمسه بست ملايين بست الاف؟ ليش محسوبه عليهم؟ شوف ليش محسوبه عليهم بالارقام الحقيقيه بالتعاقدات مالتهم. تطلع ان شاء الله وبعدين تذكرني، بس انا خليني اوصل لك بانه الموازنه هي طبعا بالمناسبه سعر الدولار راح يصعد بالموازنه اكثر؟ اي راح يصير 1350 1350 لان 1320 ما يسد ما راح يسد حسب اللي وصلنا اخبار من وزاره الماليه بانه مسعرين الدولار رفعوا، هو هذا كل التاخير هذا احد اسباب التاخير بانه سعر الدولار راح يصير 1350. هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه للموازنه، الرقم التقريبي لها بحدود ال 150 تريليون، طبعا هي كانت اكثر لكن بعد نزول الدولار رجعت الى وزاره الماليه خاطر تنحسب على السعر الجديد 1320، نزلت الى تقريبا 150 تريليون دينار. ال 150 تريليون دينار طلع من عندها 110 اللي هو الحقيقي، و40 تريليون اللي هو شنو عجز الموازنه 40 تريليون. هذه الارقام حقيقه، خلينا نشوف خلينا شويه نصفا بهذه الارقام. انت تتوقع بانه من هذه الارقام ده نحشي من 110 تريليون ده نحشي بحدود 62 تريليون، هذا شنو؟ هذا فقط رواتب، هي فقط رواتب 130 تريليون، التشغيلي مالته 80 تريليون. التشغيلي مالته لا مو 80 لا هسه صعد 80، هو كان 62 لكن هسه ليش رجع لين اكو درجات جديده راح يوصل لل 80، ما وصل هو 80 تشغيلي راح يوصل لل 80 راح يوصل لل 80. زين هذا ال 80 تخيل انه انت عندك 80 من اصل 130، هو 110 صعدوا ويا زياده صار 130، نقص هذا من هذا ايش قد راح يبقى بحدود ال 50 تريليون. زين انت عندك 18 محافظه، ايش تطيل المحافظات؟ هالقاسم الله، يعني شنو هالقاسم الله؟ هاي المحافظات ايش تحتاج؟ طيب. ما تحتاج بنيه تحتيه، ما تحتاج مشاريع استثماريه، ما تحتاج امور تشغيليه للمحافظه لاداره المحافظه. بالنتيجه النهائي هاي الرؤيه السنويه لكل سنه، هذا احد انواع، شوف احنا دائما شو نقول من وضع اللجنه اللي وضعت الموازنه كل سنه ذكيه بتدمير الصناعه والزراعه بالعراق. ليش؟ لان ما خلى الدين دولار واحد لبناء بنيه تحتيه للصناعه والزراعه والسياحه بالعراق. طيب. وهذا احد انواع الفشل بالعراق. استاذ مصعب، ما اعرف انت كان عندك تعليق على موضوع النفط،
بس انا هم اريد اسالك الموازنه وين؟ ليش غائبه؟ ليش؟ والله يعني انا شلون كمواطن ابا يعني انتظر الخبر من وزيره الماليه تطلع لي بشاره تقول لي والله الموازنه مرهقه بالتشغيليه. يعني اي اسم ما لك اي مشاريع استثماريه. الحقيقه احنا بدينا هالشكل من 2003. اول شيء مثل ما تفضل الاستاذ دمرنا الصناعه والزراعه، اول ما صار التغيير نسميه حتى لا احد يزعل، من صار التغيير فتحوا الاستيراد على الغربي. كل شيء يجي بلا استثناء. هذه المعامل اللي كان شارع الرشيد منطقه العمار اذا حضرتك تعرفوها قبال تمثال اللي هسه صار بيه عبد الكريم قاسم، كلها معامل صغيره كلها عزلت صارت مخازن. طيب اختصر لي ما عندي وقت استاذ مصعب، عندي دقيقتين، دقيقه لك ودقيقه استاذ عبد الرحمن. انا فانت تقول لي اقول لك لانه ما يهمهم شيء الموازنه. هذا ممكن تسهم في ترتيب بعض الاوراق بالاقتصاد العراقي ممكن، بس ما اعتقد يقدرون يسوون شيء. ليش ما يقدرون؟ تعتقد شو وقت تقر الموازنه؟ تقر يعني تذهب للبرلمان يعني وتقر وصادق عليه؟ يمكن بعد شهرين يلا تقر. شهرين؟ طيب استاذ عبد الرحمن الختام يمك، انا اسالك سؤال. اذا فلوس البيض تستوفى من اموال الموازنه، اريد اعرف شلون حسب، شلون تم تخصيص اموال البيض او ما شابه ذلك، وايضا اريد اعرف رايك في الموازنه باختصار لو سمحت. نعم. عموما انه هذه الموازنه هي ليست كالموازنات السابقه لانه تضمنت بنود مهمه جدا، ويا ريت انه اللي يحكوه راح يطبق فعلا. احنا لو نلاحظ الموازنه اصلا كان قيمتها 269 تريليون دينار عراقي في البدايه. نعم. قلص هذا المبلغ الى 200 مليون على حد قول الاستاذ مظهر محمد صالح في يوم 16/1/2023، وكانت الايرادات تشكل بذاك الوقت 148 تريليون دينار ايرادات. وبهذه الحاله عندنا راح يكون عجز كبير، وهذا العجز كان سعر الدولار ب 1400 وكسور بالضبط. نعم. لكنه الان المشكله اللي راح تواجهها عندنا هي موضوع الاحتياطي، قصدي العجز شلون راح نموله؟ يدعون انه راح يمول من البيع المدور مال العام الماضي وخزانات الحواله ودرجات الوظيفيه، لكن اكو مساله مهمه جدا. اولا الموازنه هي ليست نهائية، وإنما هي أرقام فرضية يفترض مستندة على واقع. الواقع شو يقول؟ يقول إنه أنا عندي موازنة العام الماضي إيش قد أصرفت والسنة إيش قد أصرف، وأحسب حسابات الختامية، الصناديق السيادية، الميزان، المدفوعات. لا ماكو، كلها هاي ماكو من 2005 واللي حد الان ماكو. نعم بهذه الم�ازنه ورد هنالك تخصيص لوزاره التعليم. وش قد ممكن تسهم في ترتيب اوراق الاقتصاد العراقي؟ هو الموازنه هي قلت لك هي خارطه الطريق للسنه القادمه، وهي قانون للاشهر القادمه، مو حتى مو للسنه القادمه، يعني ما بقى لنا اشهر. هي هاي راح ترجع على موازنه 21 وتستقطع 1/12 من عندها، وبعدين تصير التسويات الفرق ايش قد يدفع من عندها. لكنه هذا يعني حقص بها الى التعليم العالي. انا اسف استاذ عبد الرحمن الخبير الاقتصادي، كثير من هذه الامور وقتي خلاص. الاستاذ عبد الرحمن الشيخ الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لجنابك. خبير الاخراج مرحبا اصحاب الدويب، شكرا جزيلا لجنابك. ورئيس تحالف الاقتصاد العراقي، شكرا جزيلا لجنابك استاذ عدي العلوي، تحياتي لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام، مني ومن المعد حسين سعدون ومن كل فريق العمل. نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم في امان الله. البعض يسقيك الحقيقه زاهدا، والبعض يخلطها سموما بالعسل. يا طارق الأسرار من بين الجمل، خير الكلام كلام ما قل ودل.
انتبه لا عاد انتبه كاك انتبه جاد انتبه. الناس في لغة الخطاب مشارب فاحرص لنفسك أي كأس تشرب. إنا وفي زمن بوام غارق غير الحقيقة ليس يصلح مركب. الموروث لازم نحكيها بها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها. وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة. حط الساعة فوق الساعة صف الصف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي بالمونس ما نحجي الواحد